غير لما يجي لي من وراكوا كارثه او مصيبه. والله العظيم يا فندم انا ماليه دعوه، المره دي صالح هو اللي غلطان. ايه؟ انا اللي غلطان يا عمرو؟ بس العميل قال ان انت كنت قاعد معاه طول الميتنج بالبوكسر. فندم التكييف كان ساقع جدا والبنطلون مبلول، يجي لي برد في فخادي مثلا؟ تتهزر ولا ايه؟ شفت بقى؟ وهو اللي حرق البنطلون وضرب جهاز الانذار وهو اللي غرق المكتب. خلاص خلاص يا صالح مش موضوعنا. المهم انت بقالك اكتر من سنتين في البنك ولسه ما تثبتش، ودي كانت اخر فرصه ليك عشان تثبت. لو ما ثبتش المره دي يو ويل تيك اوف، هتسيب البنك. نعم، مش معنى ان في البنك. طبعا عشان عمرو ابوه شريك في البنك وصاحب مدير البنك، ما هي ماشيه كوسه. لا مش عشان الكوسه يا صالح، عشان الباب اللي انت هببته في البنك النهارده ده، غير العميل اللي انت ضربته من اسبوعين. ما هو اللي مد ايده الاول. بلاها الخناقه يا سيدي، اعتبر عشان خاطر الاجازات اللي انت بتاخدها على حس خالك اللي مات. خال انت مالكش خلان اصلا يا صالح. اسكت بقى اسكت بقى، ما عندوش اصلا. انت مالك انت يا ابني؟ اكذب يا غلط. تكذب انت؟ ايه الشرف اللي عليك ده يا اخويا؟ قول الحقيقه، ما عندكش. وانت مالك انت؟ بس بس في ايه؟ انت تتخانق قدامي؟ احترم نفسك انت وهو. احترم نفسي؟ جرايه سامي مالك بتتكلم عادي انت كمان؟ سامي؟ سامي. امال ساميه؟ انا هسكت له. شوف يا صالح، مش معنى ان احنا كنا زمان مع بعض في الجامعة ان انا هسمح لك تتكلم معايا بالطريقة دي. انا هنا اسمي الاستاذ سامي، مدير الادارة اللي انتوا شغالين فيها هنا. ما جيتش تعينت هنا بالفهلوة ولا بالواسطة، عشان كده انا هعتبر اللي انت قلته ده زالة لسان وهفوتها المرة دي. لكن لو اتكررت تاني قسما عظما ساتخذ ضدك كل الاجراءات الرسمية وهزعلك. هزعلك يا صالح. يلا كله على مكتبه. صباح الفل يا شباب. اتنين مشبرين يا زقرو. عناية احلى اتنين مشبرين لاحلى شباب. اتفضلوا اتفضلوا كده، حسابكم 200 جنيه. ها زيرو ما بينساش. صباح الفل يا رجاله. جبين هنا يا زيرو. عناية احلى جبين لاحلى شباب. اتفضلوا مولعهم. نبى كابتن الله يخليك مش عايز تبات على الارض. ها احترموا المكان. ها شباك مرلوله، شباك مرلوله. ممكن شوكولاته يا عم زيرو؟ شوكولاته وعم زيرو؟ انت فاكر يا ابني نفسك جاي سايبر بجد؟ قوم يا انت طالما النضارات ده من هنا امشي اتكلوا على الله. روحوا ذاكر لكم كلمتين ولا روحوا اعملوا اي حاجه. يلا انت قوم من هنا. استنى يا ده انت غاد ابن سايب باطو صح؟ اقعد انا شايف فيك مشروع شبح. اقعد اقعد العب وببلاش كمان. جبات مرلوله، جبات مرلوله. زيرو ابو صالح حبيب قلبي معايا حاجه حلوه قوي قوي. الله يخرب بيتك انت مش قايل لك ورق شويه وخف؟ هتروح فيها لوحدك؟ بروح فيها لوحدي ليه يا اخويا؟ انت فاكر ال 3000 جنيه اللي بتاخدهم كل اول شهر دول من السايبر بس؟ لا اصحى فوق. جراد انت هتفيحني ولا ايه؟ ايه ده وريني كده برشام. انت مش قايل انك بطلت برشام؟ بطلت تعاطي لكن انا دلوقتي اتجار بتاع ده. حلو قوي. وايه اللي حلو قوي؟ واحد ودينا في ده. الله يخرب بيتك. بقول لك ايه، خف رجل شويه، عمرو زمانه جاي ولو جه هيتجنن علينا. يلا يابا انت من هنا يا ابني. يلا يابا اخويا هنفتحها يا ده. يلا يابا سلم لي على سايب باطو. ها وقول له يغسل باطو. حاضر. يا سلام. ايه رايك يا روايح الزمن الجميل هاف هافي وخدينا للماضي وساحره الخفي؟ اسمها ايه اللي الصفه دي؟ شركه الكهرباء. وانا اقول فولتها لي عالي. ايه يا جماعه؟ طبعا الفول. الساعه لسه 10 يا جماعه، انتوا قافلين بدري ليه؟ على فكره احنا كده بنخسر. ينفع الكلام ده؟ ينفع. تعالى بقى اقعد جنبينا، ما بنخسرش ولا حاجه. بعدين انا قايل مليون مره يبقى في باسكت جنب كل كنبه. ايه الاهمال ده؟ اوعى اوعى. احنا عملنا كام النهارده؟ 70 جنيه اهو بنخسر. ما هو لما كل يوم نعمل لنا 60 و70 جنيه يعني ما بنحصلش في الشهر 2000 جنيه يبقى بنخسر يا صالح. اهدى اهدى بس، امسك امسك في طلعه. ما تبقاش كلام فارغ بقى. يا جماعه احنا عاملين السايبر ده عشان نجيب فلوس. انا كده اقسم بالله ما هجيب حتى ثمن الاجهزه اللي انا دافعها. اهدى عمور اهدى، فلوسك هترجع لك وزياده ان شاء الله. زي ال 50,000 جنيه اللي قلت لي هتشغلهم لي في البورصه بقالك سنتين وبرضه بتقول لي هترجعهم لي. جرى يا عموره، ايه بقت كده فلوسي وفلوسك؟ هنصب عليك انا ولا ايه؟ صالح مش فكرة كده يا صالح، انا ابويا كل يوم بيمرمط بكرامه الارض عشان الفلوس دي.
بعدين يا معلم احنا من ساعه ما اتخرجنا بنعمل مشاريع وبنخسر فلوس. طب اعمل ايه؟ مش بجرب، يمكن حاجه تنفق معايا لو نقب على وش الدنيا وتستقل بقى على ابوك. فكك بقى من حواراتك دي، خلينا نلعب ماتشين على رواقه. حوارات انا برضو اقول لك العب. ادي الدرع لعمك عمرو، خليه يلعب. يلا تعالى يا حماد العب. بس يلا تعالى هتلعب. عم زيرو حبيب قلبي، ايه انبسطت؟ اوعى تقول لي دراعك كانت معلقه. صباح الفل يا كبير. صباحك ابيض. الا الماتش خلص كاف كاف. بيت تنسيش تجيبي احلام وهند وكماليا عشان عندنا بكره بطوله. ايه ده؟ ما تركزش. هو ده بجد اللي حصل؟ ده بجد ولا مين دول وكانوا بيعملوا ايه جوه؟ كانوا بيلعبوا ماتش. وانا ساذج زجالة؟ ماتش ايه اللي اتدفع فيه الفلوس دي كلها؟ اصلهم كانوا بيلعبوا مالتي. صباح الفل. ايه اللي وصلنا للمرحله دي بس يا صباح؟ ايه اللي وصلنا للمرحله دي بس؟ في الأرسنال. ارسنال. تفضل. ايوه يا استاذ سامي، خير؟ اهلا. انت كنت عاوزنا؟ لا ابدا مفيش، كان في فيديو بس لسه جاي لي، مش عاوز اتفرج عليه لوحدي، فقلت اتفرج عليه معاكم. يا ابن اللعيبه هنا؟ ايوه هنا وفي اي حته، انا ما يهمنيش. انت يا ابني مش بطلت الافلام دي من زمان؟ مش الافلام دي، ده فيديو صغير كده بعتهولي بتاع الامن، عاوز اتفرج عليه معاكم. ماشي يلا. شوف يلا بينا. ايه رايك كده؟ ايه ده مين دول؟ والله ده انا كنت بربط رباط الجزم. بص تعالى. ايه بقى ده؟ كنت بربط الفرده التانية. طب وكده؟ لا كده بيتفس الكاوتش، مفيش كلام يتقال، ما هما فردتين جزمه. استاذ سامي انا هشرح لك كل حاجه. لا ما تشرحش وما تبررش حاجه. زي ما انت شايف يعني انا بضحك واخد الموضوع هزار يعني. ايوه هو هزار اصلا. ايوه انا خدت بالي. انت عارف انا امبارح مروح الساعه 11 بالليل. على بقى ما غيرت الاربع فرق واشيل في دي وادي في دي. مش قلت لك هفعله؟ زي الاول. انت مرفوض يا صالح. تضحك يا عم. مرفوض؟ طب انا اترفضت لوحدي ليه؟ الواد ده ما اترفضش معايا ليه؟ لا عملت له لفت نظر. يعني هو لفت نظر وانا اترفض؟ فير على فكره، انا ما فسدتش عجل، يعني انا كنت واقف جنبك بس. سامي انا ما بهزرش. سامي اسمي الاستاذ سامي، اتفضل روح اعمل اخلاء صرف وسلمه للاداره، بعد كده عدي على الحسابات خد بقيه مستحقاتك. ده لو لسه ليك مستحقات، لاني خصمت ثمن الكاوتش. يعني انا بجد اترفضت كده فعلا؟ ايوه. طب انا اسف. تتاسف على ايه ولا ايه؟ ترفضني انا يا ولد حيوان؟ انا ترفضني يا ابن الكلب؟ اقفل الباب يا ابني، اقفل الباب. يا صابونة يا وسخ، انت سكر بسميك ايه في الجامعة؟ يا صابونة يا وسخ. انا هطلع بقى لأستاذ نزيه واقول له على انت كنت بتعمله على افلام السكس اللي طلع على السيستم. نزيه بيه؟ نزيه بيه؟ استناني يا حسين، استناني. انا اترفد؟ صابونه يرفدني؟ ماشي يا
اتكلم معاه عشان بقول له قرار الرسم. مد ايده عليا وضربني. ضربني ازاي؟ انت مش فاهم اللي حصل لي ده. انا عايزك تهدى بس ما تطورش الموضوع. لا انا مش ههدى ابدا، وعمري ما هتراجع عن القرار اللي احنا اخذناه. استحاله. انا جاني فيه شكاوى كتير قوي. انا سمعت مره انه حاول يتحرش بمدام رشا. ايوه مظبوط فعلا يا فندم. يا ريت تكلمها كده وتسال عنها، لانها هي بقالها مده ما بتجيش البنك. كلمها كده وقول لها اي حاجه. طب ممكن تديني خمس دقايق جد؟ خلاص ارفضوا. ما انا رفضته كده كده. انا عايز اتكلم معاك بخصوص ملف السكيورتي سيستم. يا سيدي اتفضل. بص يا فندم، نظام السكيورتي الجديد الناس اللي هتركبه محتاجين 9 ايام عمل ابتداء من بكره، وبعد كده يحتاجوا يوم كمان عشان يجربوا فيه الاجهزه الجديده. المشكله بقى يا فندم ان اليوم اللي هيجربوا فيه الاجهزه الجديده دي السيستم فيها هيقع عندنا كله لمده 2 ساعة. وايه المشكله؟ لا طبعا مشكله يا فندم، بقول لك السيستم هيقع، يعني مفيش نظام امن، يعني لا في كاميرات مراقبه ولا اجهزه انذار، حتى الجهاز متوصل بالاسم، كل ده مش هيشتغل. عشان كده انا بقترح ان احنا نبلغ الاسم باللي هيحصل بحيث ان هم يبعثوا لنا قوات تامن البنك. ونبلغ الاسم ليه؟ احنا مش عايزين فضايح ولا جرسه ولا شوشره، دول 2 ساعة، يعني محدش هيحس بحاجه. ايوه يا فندم 2 ساعة، ودول مش قليلين، كمان الخزنه يوميها هيبقى فيها 15 مليون جنيه، وده مبلغ كبير، ما نقدرش نتحمل مسؤوليته لا انا ولا انت. اسمع، احنا نسلم الفرع الرئيسي للبنك مفاتيح الخزنه يوم تشغيل النظام الجديد عشان نامن نفسنا. اللي تشوفه يا فندم. هو ده هيحصل امتى؟ الخميس 24. الخميس 24، اعتقد ده تاريخ ميلاد مدام رشا. اتاكد من داتها واقول لك. اسم الله يا فندم. الله اكبر. هذه ايدك يا فندم. ولما صرنا 10 سنين ولكم كرمال عيونكم كبرنا الجائزه وضعفنا وصارت 2 مليون دولار. مسابقه فول داون اليكم. انت بتعمل على الموبايل ايه يا ولد؟ انا ببعت للاغا. اغا؟ انت بتعرف اغوات يا ولد؟ مصطفى الاغا ما بتعرف طريقه الحلم. يا ابني بطل الهبل اللي انت فيه. مضيع فلوسك على المراجيح وشوية على المشاريع الفارغة وشوية على المسابقات اللي لا بتكسب ولا بتربح وفاكر نفسك فهلاوي. يا ابني انت هبل وريالتك تملطش. هو جلب وموز دوس في منه في التلاجة ولا خلص؟ والنبي ما في التلاجة الا دمك يا بعيد. انا نفسي كده تاخد بالك من شغلك وتركز وتسيبك من الهبل ده كله. شغلك اللي هيعيشك. لا شغلي ايه بقى يا ماما؟ عم انا مش رايح البنك تاني. يا لهوي يا خدتك في ابنك يا رجاء. يا دي الشيلة ويا دي الحطة. رحنا على جمل وجينا على بطة. واحدة واحدة بس يا حاجة. بطة ايه وجمل ايه؟ انا اشتغلت انترنت بانكينج. نعم يا روح امك. وده يطلع ايه ده؟ يعني هو هشتغل من البيت يعني عن طريق الانترنت، عن طريق بقى الموبايل واللابتوب وكده يعني. وعلى كده هيدوك فلوس؟ لا كروت شحن. اكيد يوم واحد يديني فلوس مش شغل يا حبيبتي. انا اول مرة اسمع ان في واحد يقعد في البيت زي النطة ويلعب على الموبايل ويقبضوا فلوس. الدنيا اتغيرت دلوقتي يا ماما، يعني دلوقتي شغال على النت وان شاء الله مرتبي هينزل اول كل شهر على الراوتر. الميزه بقى يا ماما في الانترنت ده ان انا هاخد مكافاه في عيد راس السنه الماليه. لا ما دام راس السنه الماليه يبقى ربنا يجعلها هابي نيو يير عليك. يا صالح يا صالح. ما تقوم تفتح عشان تكمل شله المعاتيه. بالراحه بيوت الناس ليها حرمه. طب خلي بقى اللي خايف على حرمته تترمل يكلمني ولا نص كلمه. يا صالح في ايه؟ خير جايبنا على مال وشنا. ايه ده بس عشان موجود؟ ايه ما جوه يا حضرتك؟ خش يا عم. في ايه؟ خش. السلام عليكم. زي حضرتك يا طنط؟ اخبار حضرتك ايه؟ ما شاء الله وشك منور بدر. قمر يا طنط. الا قول لي هو ابوك لسه حرامي بياكل مال الغلابه ياض؟ حضرتك ليه يا طنط كل ما بتشوفيني بتقولي لي الكلام ده؟ ما اصل اللي عنده فلوس قد كده يبقى يا حرامي يا جاسوس. انت ابوك جاسوس ولا؟ ميرسي يا طنط، كتر خيرك. تسلمي. يلا يلا بينا خش خش خش. يلا نخش. ايه بس ثواني بس، صندوق طبيخ الحاجه. ده انا جعان قوي والله. يلا اسود. انت بترمي السيجاره في الارض؟ عايز تولع لي الشقه؟ انت فاكرها الزريبه اللي انت عايش فيها؟ جرايا ام صالح. انت ايه ام صالح دي؟ هو انا الخدامه اللي بتنظف لكم البيت؟ ليه ماليش اسم تناديهولي؟ جرايا صالح انا ساكت عشان خاطرك انت. لو النبي ما تسكتش. خش عليا يا عسل. عايز تضربني؟ جرايا ام صالح في ايه؟ ما تضرب انت. خلاص خلاص يا صالح. خلاص صلي على النبي يا صالح. انا ساكت عشان خاطرك انت. خلاص يا حاجه صلي على النبي. بس معلش ضيف برضه. وطي. لا هنضرب بالقلم. اوطي. لا وطي هات السيجاره. حاضر حاضر. انت
انت بتديها لي؟ روح ارميها في الزباله، روح ارمي ارميها في الزباله. اهو اهو خلاص 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 ماشي يا صالح. خلاص بقى معلش خش اجري على الاوضه، اجري على الاوضه يلا. انت اتجننت يا صالح؟ عايز تسرق البنش يا ابن اللعيبه يا فهد.